غادرت الطائرة السعودية الإغاثية السابعة والثلاثين مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان الإغاثة وتأتي هذه الطائرة تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة وتحمل الطائرة الإغاثية على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طنا وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتاتي ايضا في اطار دور المملكه المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الازمات والمحن التي يمر بها أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وكانت الرئاسة العراقية قد أدانت في وقت سابق استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد، واعتبرته خرقاً وتجاوزاً لسيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة القوات الامنيه العراقيه. ذكرت شركه ميرسك الدنماركيه ان جميع سفن الشركه التي كان من المقرر ان تعبر البحر الاحمر وخليج عدن ستتحول جنوبا لتدور حول طريق راس الرجاء الصالح في المستقبل القريب. وذكرت شركه ميرسك انها ستوقف مؤقتا جميع السفن المتجهه الى البحر الاحمر في اعقاب هجوم على احدى سفنها شنته قوات الحوثي. وبدأت منذ اذ تحويل طريق السفن الي الدوران حول افريقيا كانت قوات الحوثي قد توعدت الولايات المتحدة بالرد القاسي علي اعتداءاتها عبر مهاجمه البوارج والسفن علي حد تعبيرها أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو أنه زار جنوب أفريقيا واستقبله خلال زيارة الرئيس سيرال رامافوزا بعدما أجرى جولة في الشرق أفريقيا وصرح دقلو بأنه أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس جنوب أفريقيا بشأن التطورات في السودان والحرب المستمرة وشرح أسباب اندلاع النزاع وأضاف أنه أكد رغبته في إنهاء الحرب كان قائد قوات الدعم السريع في السودان قد زار منذ نهايه ديسمبر الماضي كلا من كينيا واوغندا واثيوبيا وجيبوتي في اولى جولاته الرسميه في الخارج منذ بدء النزاع في السودان في منتصف ابريل الماضي